رغيف خبز توست 300 جرام حبش مدخن، كوب فلفل ملون مفروم، نصف كوب مايونيز، ملعقة خردل، نصف كوب مخلل مفروم وفلفل أسود. عندي فليفلة ملونة أحمر أخضر أصفر، هون طبعا لجمالية السندويشة. تمام، في حال شفتوا الميزانية لا تسمح أنه نجيب فلفل ملون أعطوها فلفل أخضر عادي. عندنا هون حبش برضو مفروم فرم ناعم. حبش مدخن طبعا. تمام، ومنجيب هالمخللات يا سمسم كمان مفرومات. ومنجيب شوية فلفل أسود. وبعدين الحبش يا شيف إذا بتذكر هو من اللحوم، خلينا نحكي الصناعية إذا سموها، الأفضل يعني بالخيارات إذا لجأت إليها، هو بقليل الدهون. وبالتالي الناس بيحبوه في الحميات وبتناولوه. وفي كمان لحم النعام كمان. برضو كمان من اللحم الممتاز جدا. طيب هي عندنا صارت الحبش مع الفليفلة جاهزة. خلينا نحط على جنب. يلا بنجيب خبز توست. تفضل. أربع طبقات. بدك تحط الخلطة على الـ على الـ بالعكس على الخبزات. ايوه، هاي سندوتشات حتى كمان فيكم تسووها للمدرسة. للمدرسة كثير كويسة طيبة. زي ما انتم شايفين طلع حبايبنا خبز بياخذ العقل، حتى هيك وجبة سناك خفيفة على العشاء كمان بصير.